نعم زميل محمد، أجدد لك التحية وكل من يتابعنا في هذه التغطية من هنا من القمة العالمية للحكومات. ما في شك زميل محمد، نحن نتحدث اليوم عن قمة استثنائية، قمة تأتي بعد جائحة، قمة ربما هي تبحث وتنظر إلى المستقبل. هذه القمة زميل محمد أيضا هي مناخ وفرصة جميلة لإطلاق الكثير من الاستراتيجيات. في اليوم الأول هناك إطلاق لاستراتيجية إمارة أم القيوين والتي سيشهدها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القيوين، وسيعلن تفاصيلها الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلى رئيس دائرة الآثار والسياحة. هذه الاستراتيجية للأمانة كانت معدة منذ سنوات ماضية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية. ما في شك اليوم دولة الإمارات وهي تسعى إلى التكامل بين المنظومات الحكومات في سبع إمارات، هناك أيضا مظلة لتوفير مظلة واستشراف المستقبل في العمل الحكومي. هناك زميل محمد تحديات، ولكن هناك أيضا حلول يبنى عليها في المستقبل فيما يتعلق بقطاع الطاقة في أمور كثيرة. في خلفي هناك القمة الاقتصادية التي تناقش الكثير من فرص العمل الواعدة لجيل المستقبل، وهي القمة الأولى من نوعها التي تتزامن مع هذه القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية. شهدنا منذ يوم أمس وحتى اليوم الكثير مما المحتوى الخاص بالرقمنة بالاقتصاد المعرفي، تطوير نموذج معرفي عالمي بالشراكة بالتعاون مع شركات قطاع خاص للوصول إلى العالمية في هذا المجال. زميل محمد.